للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. حسين، مرحب بك وكل عام وأنت بألف خير. وأولا لن أطيل عليك في السؤال، ولكن لو تطلعنا على آخر تصريحات وزارة الدفاع والمسؤولين هناك. نعم خلود، تحياتي وكل عام وانت بألف خير. دخلت قوات الجيش الروسي وقوات لوغانسك مدينة سوليدار في منطقة الدنباس، هذه المعلومة تحدثت عنها وسائل الإعلام الروسية منذ وقت قليل. أيضا تدق صواريخ الجيش الروسي مواقع القوات الأوكرانية التي تحصنت بداخلها القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرسك، هذه المدينة التي تواصل القوات الروسية العمل على تحريرها من المقاتلين الأوكران إضافة إلى المقاتلين الأجانب لاستكمال تحرير إقليم دونيتسك. بعد سيفيرسك يوجد مدن باخموت وسلافيانسك وكراماتورسك، كل هذه المدن الجانب الأوكراني تحصن بداخلها خلال الفترة السابقة، لكن المعلومات الروسية تؤكد على أن الجيش الروسي سيحرر هذه المدن. المعلومات الروسية تتحدث عن أن الجيش الروسي سيحرر هذه المدن في الوقت السريع لإعادة الأمن إلى منطقة الدنباس بشكل عام وإلى إقليم دونيتسك، كما فعلت القوات الروسية في إقليم لوغانسك حيث تم تحريره من المقاتلين الأوكران. أيضا وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها أعلنت عن مقتل 350 مقاتل أوكراني في ضربة صاروخية عالية الدقة استهدفت حوض صناعة السفن في نيكولايف. وأكد اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الدفاع الروسية عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو 24 وسو 25 وميك 29، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنشآت العسكرية الأوكرانية خلال الليلة الماضية. للإشارة هنا خلود إلى أن بيان وزارة الدفاع اليومي ومنذ أسابيع ماضية كل يوم وزارة الدفاع تعلن عن عدد كبير من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية. أيضا من جانبه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف حيث تؤكد المعلومات عن مشاركة قوات بأعداد كبيرة من الجنسية أو من الشيشان الذي يعتبرون في صفوف الجيش الروسي يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في المدن الأوكرانية. أيضا قديروف أكد على وجود أو تصفية عدد كبير من المقاتلين الأوكران إضافة إلى المقاتلين الأجانب كل يوم في التقدم التي تواصله القوات الروسية وقوات إقليمي دونيتسك ولوغانسك لإعادة الأمن إلى دنباس ولتحقيق الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين في 24 من فبراير. حسين، الحديث الآن عن إعاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سواء من خلال المقاومة الأوكرانية في بعض المناطق أو من خلال مد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المالية والعسكرية وما إلى ذلك، هل ربما هناك حديث عن تغيير في الاستراتيجية العسكرية المتعلقة بموسكو الفترة المقبلة؟ في ظل مواصلة الغرب إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة وبالمساعدات العسكرية على مختلف أنواعها، الجانب الروسي يؤكد على أن العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية لا يمكن لأحد أن يوقف هذه العملية، فقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يعلن إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. لكن هذه الأسلحة والمساعدات العسكرية الغربية إلى الجانب الأوكراني، نعم من الممكن أن تؤثر على التقدم للقوات الروسية في المدن الأوكرانية، لكن ذلك لن يغير كثيرا على أرض الواقع نظرا إلى أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة عالية الدقة. هذه الأسلحة تمتاز عن الأسلحة الغربية. أيضا الصواريخ التي يستخدمها الجيش الروسي كل يوم في بيان
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير المزيد من الأسلحة والشحنات العسكرية التي يتم إمداد الجانب الأوكراني بها. أما بالنسبة للطرق أو للطريقة العسكرية التي تستخدمها القوات الروسية، هذا الأمر يبقى ضمن إطار المعلومات السرية التي تتحفظ عليها وزارة الدفاع الروسية، لكن بطبيعة الحال كل يوم أو كل مدة وزارة الدفاع تنظر إلى هذه الخرائط أو إلى هذه الطرق وإلى هذه التكتيكات وتغيرها حسب الخبراء، نظرا إلى استمرار ومواصلة الغرب بتقديم الدعم العسكري والمساعدات العسكرية إلى الجانب الأوكراني، لكن كل ذلك لن ينفع الجانب الأوكراني سوى الجلوس على الطاولة والموافقة على الشروط الروسية وتسليم الأسلحة. هذه فقط التي ستنفع الجانب الأوكراني والتي ستدفع روسيا لإنهاء العملية العسكرية. إما في حال لم توافق أوكرانيا على الشروط الروسية ولم يستسلم الجيش الأوكراني، فإن العملية العسكرية الروسية سوف تستمر لكي يتم تحقيق جميع الأهداف، وهذه الأهداف على ما يبدو خلود بدأت تتزايد مع مماطلة الجانب الأوكراني بإجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع الجانب الروسي، وهذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق. زميلي حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.